مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على الوضع الإنساني في اليمن والناتج عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، ينضم إلينا الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية. أهلا بكم أستاذ محمد. بداية، لا يزال القتال الدائر بين ميليشيا الحوثي وقوات الحكومة الشرعية دافعا لفرار الآلاف من الأسر، لماذا تستهدف ميليشيا الحوثي المدنيين في قتالها ضد القوات الحكومية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية السلام لك والمشاهدين، وشكرا لكم على تسليط الضوء على الملف الإنساني في المأساة اليمنية. والحقيقة أن ميليشيا الحوثيين منذ الوهلة الأولى لا تتوانى أبدا عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مسيرة دامية لهذه الميليشيا الإجرامية الإيرانية بحق الشعب اليمني وبحق المدنيين. طوال السنوات الماضية، خلال الأسبوعين الماضيين، صعدت ميليشيا الحوثيين هجماتها الدامية على محافظة مأرب النفطية الاستراتيجية، وهذه المحافظة باتت خلال حرب الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني ملاذا آمنا للمئات الآلاف من اليمنيين الذين هربوا من قمع وانتهاكات ميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها وذهبوا إلى محافظة مأرب، وباتت مأرب تحتضن أكثر من 90 مخيما للنازحين المشردين من مناطق الصراع في عموم المحافظات اليمنية. الآن هناك هجوم حوثي على مأرب في الأسابيع الأخيرة شهدته اليمن، هدد مخيم الميل الواقع غرب المدينة، أدى هذا الموضوع إلى نزوح 20,000 شخص. ما مصير هذه الأعداد الكبيرة من اليمنيين النازحين جراء هذه الهجمات من ميليشيا الحوثي؟ مصير هؤلاء النازحين طبعا مجهول، و يعني هم في الحقيقة طوال الفترة الماضية عندما وفرت لهم السلطات المحلية في محافظة مأرب المأوى والقدر يعني الممكن من مقومات الحياة، لكن كانوا في ظروف أيضا صعبة للغاية، ظروف إنسانية صعبة للغاية، وكان هناك يعني شكاوى من السلطات المحلية من قصور أداء المنظمات والوكالات الأممية فيما يتعلق بالنازحين في محافظة مأرب، وأن الجهود والمشاريع التي تبذل للنازحين في محافظة مأرب لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات الإنسانية الضرورية. اليوم مع تصعيد الميليشيا الحوثية لهجماتها على محافظة مأرب كما قلت، التي تستضيف أو تحتضن أكثر من 90 مخيما و يعني مئات الآلاف من النازحين، باتوا اليوم مهددون بالعراء والنزوح إلى مناطق أخرى. الميليشيا الحوثية لا تتوانى لحظة حتى عن استهداف المخيمات، ليس في مأرب فقط ولكن أيضا في العديد من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية. كان النازحون يتعرضون لعمليات قصف عشوائي مستمرة من طرف الميليشيا الحوثية. هذه الميليشيا أساسا لا تتمتع بأي شعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية، وهي ترتكب جرائم يعني بحق المدنيين وتمارس انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني طوال مسيرتها الدامية في اليمن. أستاذ محمد، بعيدا عن المنظمات الإغاثية ودورها الذي تراه سلبيا أو كما يراه كثيرون حقيقة، هل ترى أن تطور ما سيحدث بعد تعيين تيموثي ليندر كينج لمنصب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى اليمن، هل سترى هناك تطورا في هذا الموضوع؟ الحقيقة أن التوجهات الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالملف اليمني هي كانت ضوء أخضر لميليشيا الحوثيين لتصعيد هجماتها على محافظة مأرب وتصعيد في وتيرة العمليات العسكرية. إدارة جو بايدن أول قرار اتخذته هو إزالة اسم جماعة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية التي كانت قد أدرجت في نهاية حقبة ترامب، وفي نفس الوقت تعيين مبعوث أمريكي إلى اليمن والحديث بلغة ناعمة مع ميليشيا الحوثيين ومحاولة تقديم اليمن جائزة لإيران مقابل عودتها إلى الاتفاق النووي. هذه المؤشرات وهذه التوجهات منحت ضوءا أخضر، شجع ميليشيا الحوثيين على تصعيد هجماتها الدامية بحق محافظة مأرب والنازحين في هذه المحافظة، وهي ترى أن بمقدورها استغلال هذا الغطاء السياسي وهذا الحراك
السياسي الدولي لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض يمكن من خلالها أن تفرض شروطها على طاولة الحوار والمفاوضات. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.